بس ده كان احلى لا ده احلى حاجه في الدنيا حاجه ده جد. تحصل لك اه بقى انا ما رضيتش ساعتها. اقول لابويا وامي ان انا مضيت في الاهلي ولا رحت الاهلي غير لما مضيت بايدي. لا احكي لي احكي لي. طب وقعت ودخلت مع امير بس وقعت. انت عارف كابتن في مصر الدنيا في ال... برافو عليك، بيقولوا استعينوا على قضاء راح وما حوائجكم راحش ومش بالكتمان. عارف ايه. برافو عليك. فانا دايما مش هي من مشيت في السر خالص. بالظبط، انا دايما ده من اللي الناس نجحها. نعم. بالظبط، انا دايما من الناس مش بقتنع غير لما بشوف بعيني او اسمع بودني الحاجات دي يعني. فانا قلت لابويا وامي ما لكوش دعوه بحد ولا اعلام ولا السوشيال ميديا غير لما انا اكلمكم واقول لكم. فانا الساعه 11 ونص 12 الا ربع كده دخلت النادي الاهلي بعد ما قعدت في العربيه انا واصحابي وبتاع، ولما مضيت اول ما مضيت رحت معرفهم في البلد اللي انا خلاص رسمي في الاهلي. كلمت مين الاول، الحاج كلمت ولا الحاجه؟ ابويا وامي على طول، هم على طول مع بعض مع بعض. يعني، هم على طول دايما ابويا بيكلمني وامي، هم دايما على فكره هم على طول دايما هم اللي بيكلموني. والله. يعني انا دايما انا متعود على كده، ابويا وامي دايما اللي بيرنوا عليا. والله العظيم. والله يعني لو عندي تمرين الصبح الاقي ابويا صاحي من الصبح يكلمني عشان لحد هو دلوقتي بيصحى. لحد طبعا. بجد. والله لحد دلوقتي انا ابويا وامي هم اللي بيكلموني. بيجي معاك النادي ولا بيجيش الحاج؟ لا لا ابويا جه مره مرتين تقريبا او مش مره. بس زمان اخويا ممكن يجوا شوف الماتشات. منورنا هنا اهو كمان. طه هنا ما شاء معانا. الله. ابويا ممكن يجي ماتشات دلوقتي بقى يجوا، عايزين يجوا على طول. سمعت زغروته بقى ساعة ما قلت لها أنا وقعت في لا الأهلي؟ ده صواريخ بقى لا وكل حاجه. والله. والله انا رحت البلد يعني أنت يا ودبحنا دوب قلت والدنيا بقى. انا طلعت من النادي على البلد، رحنا دبحنا ساعتها و... دبحت. اه اه يعني أنت دبحت احتفالا بتوقيعك للنادي ايوه الأهلي. طب دي حاجه قليله يا كابتن، حاجه كبيره جدا اللي أنا عرفته إنه أنت ما تكلمش خالص في فلوس، الكلام ده مظبوط؟ والله. ما كلمت في فلوس خالص. حتى، في ناس بتقول انت بتقول كده. لا يا جماعه انا ما لا بقولش ده اللي كده أنا يا عرفته جماعه، من جوه النادي انا يعني. ما اعرفش انا يعني. في حاجات انا شايفها وقلت لحضرتك قبل كده من 4 سنين لما طلعت معانا، ايوه مظبوط. في حاجات في النادي انا باخدها يعني باخدها كحب وكبطولات وكانجازات اهم من الفلوس يعني. المجد. طبعا يعني. المجد. وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي يعني، قاعد ليه قاعد يعني؟ لانك نجم النجوم، لانك ما واحد هو من الناس. الاهلي يا كابتن اللي بيوصل اللعيبه لكده بمجهودك ولعبك وشخصيتك وتربيتك، الحاجات دي كلها بتفرق فهتوصل لده. لكن لو انت مش ده عمرك ما هتوصل لحته، والاهلي النادي الوحيد اللي يعمل فيك كده. صحيح. المدربين بقى يعني، كان فايلر مشي. انت بتحب فايلر طبعا. جدا، جدا. عمل ايه معاك؟ اثر عليك ايه يعني؟ لا هو كان اول ما مين جيت اول من دربك في النادي الاهلي؟ جيت انا مع لاسارتي ماتشين ومشي. لاسارتي. ماشي. هو ما قعدش كتير، مشي بعد كده جه فايلر بقى. نعم. انت مع كابتن محمد يوسف ماتشين لعبت معاه وبعد كده فايلر جه. فايلر اول ما جه الحمد لله لعبت معاه على طول يعني. اساسي. كان عندي مشكله دايما كمان قبل ما اجي الاهلي، اللي الناس بتقول لي بلاش تروح الاهلي، فبقول لهم ليه؟ قالوا ليه؟ لي عشان هناك في احمد حمدي وناصر ووليد، كابتن وليد سليمان طبعا، وصالح جمعه. نعم. فقلت لهم لا انا ماليش دعوه، انا الناس دي بحترمها وهم لعيبه كبار جدا، كان احنا رايحين نلعب رايحين نشتغل رايحين. انا رايح هروح. منافسة. بالظبط، انا دايما بحب المنافسه يعني. نعم. فعملت كده. فلما روحت بصراحه لا ناس محترمه جدا، كابتن وليد يعني وليد من سليمان. لا ده كابتن وليد من الناس انا بعزها جدا وبحبه جدا. كل الناس بتعز وليد. لا كابتن وليد محترم يعني، شخصيه نظيفه، انا دايما بقابله يعني في الايام